أبدأ مشاهدينا بأبرز عناوين الساعة. الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو متحدون على موقف واحد، إفشال بوتين في أوكرانيا. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، والأخيرة ترد بإجراءات مضادة. الأمم المتحدة تؤكد مقتل 516 مدنيا في أوكرانيا، وكييف تتهم موسكو بعرقلة اتفاق الممرات. أوروبا تؤكد أن بوتين أخطأ في تقدير قوة روسيا، صمود أوكرانيا واتحاد واشنطن وبروكسل. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. Ми будемо боротися на морях. Будемо битися в повітрі. Ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. This is Europe's fastest growing refugee crisis since the Second World War. Перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. أعلن الكرملين عن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز، وقالت الرئاسة الروسية أن الاتصال ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية. كما أبلغ بوتين شولتز بنتائج آخر جولة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن هذه القضية. في هذه الأثناء قال أمين عام الناتو إن أهداف روسيا العدوانية في أوكرانيا وأوروبا ستفشل، وأوضح أن نية بوتين هي أن يجعل الاتحاد الأوروبي أسيرا للنفط والغاز الروسي، لكنه بقراراته يدفع بلدان الاتحاد لتنويع مصادر الإمدادات. Whatever Moscow seeks to achieve through violence and aggression, it will fail. It is failing already. President Putin wants less NATO on Russia's borders, but he is getting more NATO. He wants to divide Europe and North America, but we stand more united than ever. He wants to hold European nations hostage with Russian oil and gas. Instead, he's pushing countries to diversify their supplies and move even faster to a renewable future. We stand in solidarity with our partner Ukraine, and we will protect and defend all NATO allies. قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا أمر خطير، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي لمواجهة مباشرة مع روسيا. But the reality is that setting up a no-fly zone would lead to a direct confrontation between NATO and Russia. And that is not what we are looking at. What we are looking at is making sure that the Ukrainians are able to defend their own country with the best possible selection of anti-tank weapons and anti-air defense systems. أعلنت مدينة ماريوبول الأوكرانية تعرض مستشفى أطفال في المدينة إلى قصف روسي، وقالت السلطات في مدينة ماريوبول إن المستشفى تعرضت لقصف بعدة قنابل، ما تسبب في دمار هائل دون التمكن من حصر عدد الضحايا. ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر تويتر عملية القصف بالإرهابية، مؤكدا ضرورة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا فورا.
من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع مجندين روس في الأسرى خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه يتم اتخاذ إجراءات شاملة لمنع إرسال المجندين إلى أوكرانيا وتحرير من تم أسرهم. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بعدم إرسال المجندين أو الاحتياطي إلى أوكرانيا، مؤكدا أن العسكريين العاملين في الجيش فقط هم من سيتم إرسالهم. كما قالت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 89 طائرة مقاتلة و57 طائرة مروحية أوكرانية، مضيفا أن 90% من الطائرات الأوكرانية العسكرية الأوكرانية توقفت عن العمل على حسب قوله. دمرت القوات الروسية 89 طائرة مقاتلة و57 طائرة مروحية أوكرانية. طار جزء من الطائرات الأوكرانية إلى رومانيا ولا يشارك في المعارك. 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية توقفت عن العمل. لا يوجد عمليا أي طيارين أوكرانيين مدربين من الدرجة الأولى والثانية. حتى الآن تم تسجيل محاولة واحدة فقط لطلعات جوية بواسطة طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. حول هزائم الدفاع الجوي في أوكرانيا، دمرنا 137 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات. هذا أكثر من 90% من أنظمة الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى المضادة للطائرات في الخدمة. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية حصول القوات الروسية على وثائق تثبت وجود استعداد خفي من قبل الجيش الأوكراني لشن عملية هجومية في دونباس في مارس 2022. ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. В приказе, доведенном до командования органов управления Нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе. ضمن سعي الجيش الروسي لتطويق كييف وإجبارها على الاستسلام، حددت القوات الروسية ثلاثة أرتال للقيام بالمهمة. الرتل الأول وهو الرئيسي ويتمركز شمال العاصمة، لكنه متوقف هناك منذ بضعة أيام ولم يحرز تقدما بسبب الاشتباكات مع القوات الأوكرانية، إضافة إلى المشاكل اللوجستية والإمداد. وكان الهدف لهذا الرتل الاقتراب من مطار غوستوميل على مسافة 20 كيلومتر من كييف، لكنه أخفق في المهمة، بينما يتركز الرتل الآخر في تشيرنييف التي تبعد 150 كيلومتر من كييف، وهو أيضا متوقف هناك منذ بضعة أيام. والآن يعول الجيش الروسي على رتل جديد متمركز شمال شرقي العاصمة، وتعمل القوات الروسية على تسهيل مهمته بتكثيف القصف على المدينة بمزيج من الصواريخ والقذائف ونيران المدفعية والغارات الجوية، بينما تحدثت مصادر عسكرية أوكرانية عن اندلاع حرب شوارع داخل كييف، لكن بشكل معزول، مرجحة أن تكون العناصر الروسية التي تقوم بهذه الحرب هي مجرد قوة استكشافية لزرع الخوف والإرباك ومحاولة تمهيد الأرض لما سيجري لاحقا. أكد مسؤول أوكراني بارز أن روسيا لم تحترم خطط إجلاء المدنيين عبر ممرات آمنة، بينما قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن اتفاق الممرات الآمنة لم ينجح بشكل كبير اليوم، مشيرة إلى أن عمليات إجلاء المدنيين ممكنة من مدينة سومي حتى الآن. من جهتها دعت المنظمة الدولية للهجرة الأطراف كافة لتأمين الممرات الإنسانية لتسهيل عبور اللاجئين الأوكرانيين.
معنا مشاهدينا الآن من لندن مراسلة العربية ريما مكتبي، ومن واشنطن مراسلة العربية نادية البلبيسي، ومن ستراسبورغ موفد العربية نور الدين الفريدي. سأبدأ معك نادية، يعني تضارب اليوم بين المتحدثة الرسمية وبين تصريحات البنتاغون الآن عن تسليح أوكرانيا، كل هذا التضارب والتفاصيل معك، تفضلي. أهلا بك ليال. بالفعل كنت أتحدث أنا وأنت في الواقع في النشرة السابقة عن محاولة قراءة ما قاله أنتوني بلينكين بأنه هو قرار خاص ببولندا أن تقوم بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، نتحدث عن ميج 29. والمتحدثة باسم الأبيض أيضا أشارت إلى أنه القرار هو يعود إلى بولندا، وبأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم العسكري، لكن دون الحديث بالتفاصيل، ربما لأنه البنتاغون هو المسؤول، هو المناط بهذه المعلومات، لذا ربما كان جواب كيربي واضح جدا، وهو أن الولايات المتحدة لا تؤيد خطوة بولندا بإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لسبب بسيط، وهو أنه سيفسر من قبل روسيا بأنه إعلان حرب أو دخول في الحرب. وبالتالي هي المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت تعتقد بأن المسألة هي لوجستية، كيف يمكن إدخال هذه الطائرات، بينما البنتاغون يقول بأنه يعارض إدخالها. هناك طرق أخرى لمساعدة أوكرانيا كما قال، وهي المضادات الدفاعية الجوية والمضادات التي أو الصواريخ التي تحمل على الكتف، يقصد ستينجر أعتقد هنا. لذا هناك طرق كثيرة لمساعدة أوكرانيا. أيضا هناك تحليل آخر قبل قليل من محلل عسكري في الواقع سمعته قبل قليل، كان يقول بأنه حتى هذه الطائرات المقاتلة هي مكلفة جدا ليالي، إذا كانت تطير في الأجواء الأوكرانية بإمكان روسيا أن تسقطها ولا فائدة لها، يعني لا تقدم ولا تؤخر في الحرب أو في مساعدة الأوكرانيين، إذن لماذا تقوم بولندا بإعطاء هذه الطائرات؟ هذه كانت نقطة سجلية أوضحها كيربي. وقبل قليل أنهى وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن مكالمة مع نظيره الأوكراني، تحدثوا في هذا الشأن وقالوا بأن الولايات المتحدة لم تكن طبعا تعلم مسبقا، لم تخطرها بولندا وقالت لها بإمكانها أن تستخدم هذه الطائرات، لكن الموقف واضح، واشنطن لا تريد إرسال مقاتلات ميج 29 أو أي نوع من الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا حتى لا تفسر خطأ من قبل روسيا. من عندك نادية سأنتقل إلى ريما. ريما، يعني أزمة التأشيرات، الاندفاع الأوروبي بتسليح ومد أوكرانيا بمزيد من السلاح، هل يعني يمكن القول أنهم يسعون إلى قلب موازين القوى العسكرية على الأرض؟ طبعا هي مواجهة، لا تريد بريطانيا لبوتين أن يربح هذه الحرب، ولا تريد لبوتين أن يربح الحرب ويتمدد إلى ما بعد أوكرانيا. اليوم البحث في بريطانيا سواء بزيارة وزيرة الخارجية البريطانية إلى واشنطن أو هنا في مجلس العموم عن إمداد أسلحة بكمية أكبر للأوكران ونوعية مختلفة. مثلا بريطانيا تقترح أرسلت صواريخ جافلين، سترسل المزيد من جافلين وهي صواريخ أرض جو، وهناك حديث عن صاروخ ستار ستريك وهو صاروخ نوعي سريع للطائرات وللهليكوبتر. ولكن من التحديات التي تتحدث عنها بريطانيا أنه بعض هذه الأسلحة سيحتاج إلى عسكر على الأرض من قبل بريطانيا أو أقله نوع من التدريب لاستخدامها، وهذا ما لا ترغبه بريطانيا. كل ما في الموضوع أنه هناك قواعد للاشتباك، وقواعد الاشتباك هذه أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا وليست بين روسيا والناتو أو دول الغرب حتى اللحظة، وبالتالي يريدون إعطاء أوكرانيا الأسلحة الفتاكة من دون أن يؤججوا الصراع، خيط رفيع ويعني عملية صعبة من التوازن على الغرب أن يحافظ عليها فيما يبقي أوكرانيا واقفة على أرجلها بمواجهة روسيا ومن دون أن يدخل الحرب. الأيام المقبلة ستقول إذا ما كانت هذه الاستراتيجية ستنفع، ولكن لا شك أن بريطانيا تدعم المزيد من الأسلحة. موقفها غير واضح من موضوع الطائرات
الطائرات، يعني لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بالتأكيد. شجعت بولندا على اتخاذ هذه الخطوة، لكنها قالت إنها تتفهم إذا ما قررت بولندا عدم إرسال طائرات الميج. وأيضا هناك غير موضوع الأسلحة، الإرسال المزيد من الأموال والمساعدات لأوكرانيا ولمواجهة بوتين على الأرض وعدم سمح له بربح الحرب. نعم، من عندك ريما سأنتقل إلى نور الدين. نور الدين، يعني أيضا موضوع العقوبات المضادة من قبل روسيا، عدم الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي ووجهة النظر يعني من موضوع العقوبات، البعض اليوم يعارض وقف الاستيراد من روسيا، وكل هذا التخبط الحاصل بظل التصعيد الأمريكي وتصعيد بعض الدول الأوروبية سياسيا ومحاولة يعني قلب موازين القوى على الأرض. لا، على الأرض ما يجري هي مسألة عسكرية. هناك حرب مثل ما تفضلت الزميلة ريما بين الأوكرانيين وروسيا، وحتى قضية الطائرات هي تقريبا في هذه المرحلة مسألة المقاتلات الروسية الصنع أو السوفيتية الصنع الموجودة عند بعض الدول الأطلسية في السفح الشرقي لدول الحلف هي مسألة تقريبا ثانوية، لأن في العملية العسكرية الروسية في الجزء الأول منها الصواريخ الروسية والمقاتلات الروسية دمرت الجزء الأكبر من البنية التحتية للمضادات الجوية والرادارات الأوكرانية، وبالتالي حتى الطائرات فرضا لو طارت من بولندا إلى أوكرانيا أو في أجواء أوكرانيا الطائرة تحتاج إلى من يقودها أيضا في السماء ومن يقودها أرضا حتى يوجهها أيضا، وبالتالي أنظمة الرادارات تقريبا كلها دمرت. وإذا تم إدخال مقاتلات إلى أجواء أوكرانيا معنى ذلك يجب تزويدها أيضا ليس فقط بالأسلحة والصواريخ وإنما أيضا بأنظمة الرادارات. بالتالي المسألة يريد منها خاصة الجانب الأوكراني عندما أطلق تصريحات كثيرة في هذا الأمر يعني خلقت تشويشا فيما بين الحلفاء، ولكن في الحقيقة مثل ما يعني أكدت الولايات المتحدة بأن هذا الأمر تقريبا عديم الفائدة في هذه المرحلة، زائد أن أي طائرة ستدخل تنطلق من تراب الدول الأوروبية إلى أوكرانيا ستعتبرها روسيا مباشرة إعلان حرب، وهي قد اعتبرت العقوبات الاقتصادية بمثابة إعلان الحرب، فما بالك إذا دخلت مقاتلات من بولندا أو من غيرها، معنى ذلك أن هذه الدول ستدخل في حرب، ويريد حلف شمال الأطلسي وتؤكد الولايات المتحدة بأنها ليست في وارد الدخول في أي نزاع مع روسيا نزاع مسلح. واليوم حلف شمال الأطلسي أكد مرة أخرى من أنه يعارض ولن يوافق على أي ولن يعلن منطقة حظر جوي في أجواء أوكرانيا، لأن المسألة لا تتعلق فقط بالإعلان عن هذه المنطقة وإنما في تنفيذ الحظر الجوي. نعم. يعني ذلك أن المقاتلات الأطلسية ستدخل إلى أجواء أوكرانيا وتقصف أنظمة الصواريخ في روسيا التي دخلت إلى أوكرانيا التي تم إدخالها إلى أوكرانيا وأيضا في بيلاروسيا وفي روسيا أيضا، بالتالي الحرب أصبحت مفتوحة الآن بكل عجالة. ليس هناك من خلط وتخبط في صفوف الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة، في أسابيع في أيام وأقل من أسبوعين تقريبا الاتحاد الأوروبي اتخذ عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، واتخذ أيضا قرارات لم يتخذها في السابق إطلاقا عندما قام بتسخير نصف مليار يورو لتزويد لسداد مشتريات الجيش الأوكراني من الأسلحة، استقبل مليوني لاجئ في ظرف أسبوعين. ولكن نعم هناك مسألة تتعلق بمصالح استراتيجية وحيوية للدول الأعضاء تتفاوت بين دول تعتمد كليا على الغاز الروسي ودول تعتمد بنسبة بسيطة مثل فرنسا مثلا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 20% فقط وبالتالي يمكن تعويضه. نعم. لكن هنا تكمن المسألة، وإذا كان هناك من تباين فهو ليس بالتخبط وإنما هناك مصالح حيوية يجب أخذها بعين الاعتبار. فألمانيا على سبيل المثال قالت صراحة أنها تعارض وقف استيراد الغاز، لأن هذا لو تفعل معنى ذلك ستقوم بوقف حركتها وآلتها الاقتصادية. هل يعقل أن دولة أكبر اقتصاد أوروبي يوقف آلته الاقتصادية
بنفسه يعني هذه عملية انتحارية لن يقوم بها أي سياسي. وهذه المسألة عندما ستطرح مساء يوم غد سيكون سهل جدا بالنسبة لي القادة الأوروبيين ماكرون، أولاف شولتز، ماريو دراغي الإيطالي، بيدرو سانشيز الإسباني، كلهم يوافقون على أن هذه المسألة ليست مطروحة. ولكن ما هو مطروح هو السير في اتجاه البدائل ولكن بشكل تدريجي. هذه مسألة على المدى الطويل من أن روسيا لا يمكن التعويل عليها. نعم. لا يمكن التعويل على روسيا لأن روسيا تفعل ما تفعل في عتبة الاتحاد الأوروبي. ولكن كلمة أخيرة، ما هو مهم يوم غد أيضا من الناحية السياسية بالنسبة لأوكرانيا هي هذا الطلب العاجل الذي قدمه زيلينسكي بأن يقبله الاتحاد الأوروبي عضوا ضمن طاولة الاتحاد الأوروبي. وهذه أيضا نقاشات صعبة ربما تخرج برسالة سياسية قوية في اتجاه زيلينسكي قد تكفي أو لا تكفي. تفضلي. شكرا لكم مراسلي العربية من لندن، من واشنطن ومن ستراسبورغ. هدنة اليوم الثاني، جهود تسابق الزمن لإجلاء الآلاف من كييف ومدن أخرى في شرق وجنوب وشمال شرق البلاد. حركة النزوح يقابلها تحرك للقوات العسكرية الروسية باتجاه العاصمة كييف لتطويقها من كل الجهات. الهدنة بددتها صفرات الإنذار في العاصمة، السلطات طلبت من السكان الدخول إلى الملاجئ. تطورات تشهدها أيضا مدينة ماريوبول. مجلس المدينة قال إن قصفا روسيا دمر تماما مستشفى أطفال بالمدينة. السلطات الأوكرانية قالت إن القوات الروسية فصلت محطة تشيرنوبل النووية عن الشبكة الكهربائية للبلاد. شركة الطاقة الأوكرانية تؤكد توقف محطة تشيرنوبل عن العمل وتقول إن استعادة إمداداتها مستحيل بسبب استمرار القتال. موسكو بررت خطوتها بحماية المواقع النووية الأوكرانية من احتمال اعتداءات عليها لإثارة الفوضى واتهام روسيا. القوات الروسية إذن تفصل مواقع وتفتح ممرات إنسانية، غير أن هناك مخاوف من سيناريوهات مقلقة للأوكرانيين. سيناريو لجوء القوات الروسية إلى تكتيك الأرض المحروقة، وهو ما حدث في مدينة حلب في سوريا وغروزني في الشيشان. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة تستخدم مواد بيولوجية ذات صفات عسكرية في مختبراتها في أوكرانيا. وأشارت زاخاروفا إلى وجود متطرفين من الشرق الأوسط والغرب يقاتلون مع القوات الأوكرانية وأنهم يستخدمون أساليب داعش. الولايات المتحدة تستخدم مواد بيولوجية ذات صفات عسكرية في مختبراتها بالأراضي الأوكرانية، وهذا تم تأكيده من الخارجية الأوكرانية بذاتها. هدف العملية العسكرية الروسية هو نزع السلاح الأوكراني. كييف حاولت استخدام أسلحة نووية. هناك متطرفون يعملون مع القوات المسلحة الأوكرانية من الشرق الأوسط والغرب، والمتطرفون يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، وهم أيضاً يستخدمون أساليب داعش في القتال، ونحن أثبتنا استخدامهم للأسلحة الفسفورية والممنوعة. أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا لإجبارها على التراجع عن العدائية ضد أوكرانيا على حد وصفها، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن. We must double down on our sanctions. That includes a full swift ban and the G7 ending its use of Russian oil and gas. The United States and the United Kingdom this week announced our plans to stop importing Russian oil, and the EU have announced their plans to reduce their dependency too. We want to encourage a wider group of countries to get on board with our sanctions effort. 141 countries voted against Russian aggression at UNGA. And we must continue to supply defensive weapons to Ukraine. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الغرب متحد من أجل رفع تكلفة الحرب على أوكرانيا، وأكد بلينكن أن روسيا تمنع من يريد الفرار من أوكرانيا من الخروج. وفي تعليقه على موضوع نقل طائرات الميج من بولندا لأوكرانيا، قال وزير الخارجية الأمريكي إن قرارا كهذا هو خاص. In response to Moscow's unprovoked, unjustified, and increasingly brutal war in Ukraine. We're united in our efforts to raise the costs on the Kremlin for waging this ongoing war of choice, which has already displaced more than 2 million Ukrainians. Russia invaded Ukraine without justification.
Russian forces now encircle multiple Ukrainian cities after having destroyed much of their critical infrastructure, leaving people without water, without electricity, without access to food and medicine. And Russia's relentless bombardment, including of civilians trying to flee, prevents people from safely escaping the hellish conditions that they've created. It's offensive to suggest the Ukrainian people should seek refuge from the very government that has demonstrated such disregard for their lives. First, as we've said, the decision about whether to transfer any equipment to our friends in Ukraine is ultimately one that each government will decide for itself and has to make. كما أكد بلينكين أن الولايات المتحدة عرضت على بوتين عددا من المقترحات خلال الأزمة مع أوكرانيا، لكنه اختار المضي في طريق الحرب. This crisis created by Putin and Russia, we've sought to provide possible off-ramps to President Putin. He's the only one who can decide whether or not to take them. So far, every time there's been an opportunity to do just that, he's pressed the accelerator and continue down this horrific road that he's been pursuing. He has a clear plan right now to brutalize Ukraine. The failures of the initial military plan to quickly subjugate the country, that's failed. ومعنا الآن مشاهدينا من كييف أوراغ رمضان أوراغ المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أستاذ أوراغ، يعني أستاذ رمضان، وأيضا معي من بروكسل بيتر كليبي الخبير في الشؤون الأوروبية وفي السياسة الخارجية. سأبدأ معك أستاذ رمضان. اليوم سباق الغرب أوروبا تحديدا لتسليح كييف، ألا يعني يورط أوكرانيا أكثر ويطيل أمد النزاع؟ ونتحدث هنا عن حرب استنزاف طويلة ستهجر أكثر وأكثر من الأوكرانيين. طبعا قضية تسليح أوكرانيا وتقديمها الدعم اللوجستي والذخيرة والاستعلامات، هذا فقط من أجل دعم القوات المسلحة للمقاومة، لأن كلما زادت مدة المقاومة كلما كانت الفاتورة بالنسبة لروسيا أكبر، وهذا سيقوم يعني الذهاب بها والضغط بها إلى الحلول السياسية الدبلوماسية، وهو الذي الآن ما نراه، يعني نلمسه مثلا في خطاب الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية زخارفا، والتي يعني لمحت إلى الذهاب وتخفيف من اللهجة، غير أن جزء من خطابها كان ذات طابع بروباغندي يعني للدعاية الإعلامية، ولكن في المضمون يعني نحن أخذنا الرسالة المشفرة أن موسكو كذلك مستعدة للذهاب في الحوار السياسي الدبلوماسي. طبعا نفهم بأن الماكينة الروسية تواصل القصف ومحاولة احتلال أكثر ومراقبة المنشآت اللوجستية وكذلك المقومات الاقتصادية لأوكرانيا، ونحن نعول على اللقاء الأول الذي سيكون غدا بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا لافروف وكوليبا بأنطاليا. إذن هذه هي المنصة. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بأستاذ رمضان. سأنتقل إليك أستاذ بيتر. يعني اليوم الحرب على أرض أوروبا والتداعيات العسكرية الاقتصادية الإنسانية كلها على أوروبا، ألا تواجهون نيابة عن الولايات المتحدة روسيا؟ Well, it's clear that many interests are at play. من الواضح أن هناك مصالح كبيرة باتت تتجلى سماتها في أوكرانيا، ولا سر خفي بشأن ذلك، ومن المؤكد بأن روسيا لا تنظر إلى أن تصبح أوكرانيا دولة حالها حال الدول الأخرى، وهذا يدفعنا للحديث على أن أوكرانيا هي ليست دولة عضو في الناتو، فلذا فإن الدول الأوروبية والولايات المتحدة سعداء بتزويد أوكرانيا بالمساعدة حتى بالأسلحة الدفاعية، لكنهم بكل وضوح لا يرغبون أن يكونوا طرفا
في هذا الصراع. الأمر الثاني وهو واضح أيضا أن الغزو الروسي لم يحظى بالنجاح، الخطة لم تفلح حتى اللحظة كما كان يأمل بذلك الرئيس بوتين. ما هو نتيجة هذا الغزو؟ لا أحد يعلم. قد نرى سيناريوهات تدفع بوتين بترك أوكرانيا على أسس قصيرة من حيث الزمن، أو قد يقوم بالتصعيد وبدء حرب شوارع. والسيناريو الأكثر تطرفا وهو غير مرجح، وهو أنه بطريقة ما أحد الدول الأعضاء في الناتو من الجوار قد يكون منخرطا أو مشاركا في هذا الصراع، وهذا غير محتمل. ولكن أستاذ بيتر، يعني اليوم ممكن أن تربحوا نظاما عالميا جديد، ولكنكم ستدفعون ثمن بالاقتصاد، بالأمن، وأيضا يعني انفتاح الحدود الأوروبية على بعضها البعض. بكل تأكيد، إن سياسة الطاقة الأوروبية كانت تنطوي على معضلة منذ سنوات طويلة، إذ أنها باتت أكثر اعتمادا على روسيا. وحتى لو أنه قد تم استثناء الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا، فإن قدرا كبيرا من الشركات النفطية لم تعد تشتري أو باتت تشتري بكميات أقل من جميع المشتقات النفطية الروسية. هناك العقوبات المالية، وهناك الآثار المترتبة الشاملة على روسيا، وأيضا روسيا التي تفرض حظرا لتصدير الطاقة على أوروبا. هذا تهديد قد يكون أمرا خطيرا، لأنه سوف ينعكس على روسيا أيضا بطريقة سيئة. نعلم أن الرئيس بوتين قد قام بما يسمى بعملية انتحارية من منظور عدة محللين. لسوء الطالع، كل شيء ما زال مطروحا حتى اللحظة، وهناك مخاطر كبيرة. وفي نهاية الأمر، أوروبا ليس لديها سوى نفوذ محدود على دكتاتور أو حاكم مستبد روسي حول ما يجب فعله أو لا يجب فعله. لكن المهم هو أن لا نكون معتمدين كليا على روسيا في الطاقة، وهذا الخطأ الفادح الذي ارتكبناه. ومن أحد العناصر المهمة في هذا السياق هو أن يتم إغلاق محطات الطاقة النووية في دول مثل ألمانيا. سأعود إليك أستاذ رمضان. كنا يعني بساعات الأولى نتحدث عن الحرب العالمية الثالثة، عن قوام هذه الحرب. اليوم يعني إذا هذه الحرب التي قوامها الأساسية هي العقوبات الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية تنفع، ولكن بنفس الوقت من يدفع الثمن عسكريا على الأرض من ناحية استنزاف هو الشعب الأوكراني. كيف يمكن يعني أن ينتهي هذا الصراع إذا في حال ذهبنا إلى تقسيم أوكرانيا، وفي كل الأحوال يعني سيدفع هذا الشعب ثمن؟ طبعا الشعب الأوكراني يدفع الثمن الآن في هذه الدقائق وفي هذه الثواني. هناك يعني تحطيم للبنية التحتية طبعا العسكريه وكذلك المدنيه، وتم السقوط يعني قنابل وقصف لمبنى لمستشفى الاطفال في ماريوبل، وكذلك حول خاركوف هناك تحطيم وتدمير للبنيه التحتيه، وهناك نزوع المواطنين. يعني اهم شيء يتواجد فيه للدوله هو القدره البشريه. نحن يعني السكان يعني يغادرون الى اوروبا، وهذا خساره. يعني عندما نخسر مواطنين بكفاءات عاليه من العمل، من التقانه، من كذلك كقوه سياسيه، قوه مهمه، فهذه هي الخساره الحقيقيه. لان نستطيع ان نبني بيتا او نعيد تعمير بيت او مدينه، ولكن كيف سنقوم بملء المجتمع بالمواطنين ذوي الكفاءات العاليه التي تفقد وتستفيد منهم اوروبا؟ طبعا نحن نفهم ذلك، لان اوروبا ستستفيد من تلك القدرات، لان الاوكراني
معروف ب يعني مكان يعني بإمكانياته المهنية، وخاصة وهو إنسان عصامي يحب العمل. فقط هذا من باب لنعرج لهذا الموضوع مهم. أما ما يخص تقسيم أوكرانيا فلا نستطيع أن نقول تقسيم أوكرانيا الآن وارد أو نقحم في مهبات الحرب الأهلية. نحن نعول على أن ربما الحصول على دولة مقسمة، دولة موالية للغرب أو دويلة موالية للغرب والدويلة تحت يعني سيطرة بوتين، فهذه خسارة لروسيا، لأن هذا يعني أن الدولة الغربية التي ستنبثق عن أوكرانيا الأمس إن شئتم ستكون دولة حلف في ضمن حلف الناتو، وما ربح بوتين من هذه المغامرة. لا ولكن ولكن هنا هنا البعض يعتبر بأن استراتيجية بوتين يعني كانت واضحة، هي إعادة تكوين مجال جيوستراتيجي جديد، وفي حال قدم كل هذه الأراضي هو ربح نوعا ما، ولم يتراجع عن أهدافه المعلنة التي كان قد أعلنها جهارا وتكرارا. بوتين إن لم يقم ليس فقط باحتواء أوكرانيا وإعادة تشغيلها حسب روزنامتي، ولكن الذهاب كذلك إلى السيطرة على جورجيا وعلى مولدوفا والسيطرة على القرار السياسي في بولندا وكذلك في دول البلطيق، هذا يعني أنه هو خاسر، لأن في هذه الحالة فإن النابض أو الآلة أو ما يسمى السيناريو العكسي سيأتي عليه، لأن حلف الناتو سيتوسع بطريقة حتمية وسيطوقه في كل من الناحية، من ناحية حدوده الشرقية، وكذلك تطبيق العقوبات الاقتصادية بهذا النفس وبهذه الوتيرة سيجعل الدولة الروسية في حالة انكسار اقتصادي، وربما هذا سيؤثر سياسيا وخلق جيوب معارضة قوية لنظام بوتين، وربما هذا سيجعل روسيا تتضاءل وتتقاسم مصير الاتحاد السوفيتي، يعني التفكك الروسي. هذا كذلك سيناريو واضح. نعم. نعم، اسمح لي أن أنتقل إلى أستاذ بيتر يعني الحديث عن هذه النقطة. أستاذ بيتر، اليوم كل تبعات هذه المواجهة هي على أوروبا تماما كما حصل بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وأيضا يعني حتى أوروبا ستتحمل موضوع اللاجئين، ستتحمل بالأمن، ستتحمل على كافة النواحي. ألا تخاطرون بمستقبل هذه القارة إذا ما بقي هذا النزاع على وقت طويل؟ يعني ممكن أن يطول أمد هذا النزاع، خصوصا أننا نتحدث عن حرب شوارع، عن استقدام مرتزقة وغيره. Well, yes, that's a very good point. هذا سؤال وجيه للغاية، وهناك ما يزيد عن 2 مليون مواطن أوكراني قد فروا من بلادهم بحاجة لمساعدة من دول الناتو، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر من شأنه أن يضع عبئا كبيرا على نظام الرفاه الأوروبي. وصراحة ما من أحد يعلم كيفية معالجة هذه المعضلة في بلجيكا، فالحكومة هنا تعكف على بناء قرى خاصة للأوكرانيين، ومن غير المرجح بأنهم سوف يبقون لفترات قصيرة من الزمن. والأمر هو صراحة أن هناك موقف إيجابي إزاء مساعدة هؤلاء اللاجئين، وهذا أمر له أهمية، لكن مما لا شك فيه بأننا سوف نرى تحديات كبيرة، وعلى المدى الطويل قد يكون من المناسب أن نفكر ببعض الحلول لا تقتصر فقط على إيواء الناس القادمين من أزمات في أوكرانيا، فقد يندلع صراع بعد عقود جديدة، الأمر الذي يتطلب معه بناء بنى تحتية ومراكز استقبال ومدن أخرى تتمتع بشبكات اقتصادية حيث يمكن إيواء اللاجئين بها بطريقة أساسية، لأن هذه واحدة من المشاكل، لأننا نرى حالة من الفوضى ويصعب في ظل ذلك المشهد أن التحقق من كافة حركات اللاجئين، وهناك مخاوف من أن مهربي البشر قد يستغلون هذه الأوضاع. هذا ليس إلا جزءاً
من تلك التحديات إذ أن الدول الأوروبية الغير مستعدة في ظل ارتفاع وتيرة تسارع الأحداث. لو لم نرى من قبل تدفق هؤلاء اللاجئين أبدا في التاريخ. على كل حال يعني موضوع اللاجئين وموضوع النازحين كان بالفترة الأخيرة يهدد مصير ومستقبل الاتحاد الأوروبي. ابقوا معي لو سمحت، سأعود إليكم خلال هذه التغطية وسأكمل الآن بالأخبار. عبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن امتنانه للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قرار واشنطن ولندن حظر النفط الروسي. أمريكا забороняє імпорт нафти з Росії, нафтопродуктів, газу, вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс. Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за це лідерство, за цей максимально потужний сигнал всьому світу. Заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії вводить і Великобританія. Я вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за принциповість. قالت أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن أوروبا اشترت كميات كافية من الغاز تجعلها مستقلة عن روسيا لحين نهاية الشتاء الحالي. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا تم تصميمها لتتسبب في أكبر ضرر لها، مع مراعاة أن يكون التأثير محدودا على الاقتصادات الغربية. قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الوكالة عقدت اجتماعا وزاريا طارئا الأسبوع الماضي تم خلاله اتخاذ قرار يقضي بالإفراج عن 4% فقط من احتياطاتها النفطية لدى البلدان الأعضاء. International Energy Agency last week had an extraordinary meeting with its ministers and we have decided to release our oil stocks. We have a lot of stocks, our member countries, under storage, about 60 million. This was an initial response. It is only 4% of our stocks. If there is a need, if our governments decide so, we can bring more oil to the markets as one part of the response. انتقد رئيس وزراء هولندا القرار الأمريكي بفرض حظر على النفط الروسي، وقال إن فكرة معاقبة روسيا عبر حظر النفط أمر غير حكيم، مشيرا إلى أن هولندا لا تزال تعتمد بشكل كبير على مواد الطاقة الروسية، كما أعرب عن تخوفه من فكرة تحديد سقف لأسعار الطاقة. حزمة العقوبات التي فرضت على روسيا لها أثر كبير على موسكو، ونحن نؤكد على أننا لسنا بصراع مع الشعب الروسي. مشكلتنا فقط مع الرئيس بوتين وحكومته، ونحن نستهدفهم فقط. من المهم أن نراجع اعتمادنا على النفط والغاز الروسيين. لا يمكننا أن نقطع الإمدادات من النفط والغاز من روسيا، هذا صعب جدا. حظر النفط الروسي خطوة سهلة على دولة مثل أمريكا. أمن أوروبا لن يتحقق إلا بوجود اتحاد أوروبا وناتو قويين في مواجهة روسيا، ويجب أن ننفق أكثر على الدفاع في الناتو، وعلينا أن نعمل على تنمية الاقتصاد الأوروبي، أن نصل به إلى أعلى تنافسية. الرسالة الأساسية التي نوجهها اليوم أننا في الاتحاد الأوروبي موحدون في مواجهة روسيا، ويجب علينا العمل بقوة أكبر لتعزيز الناتو والاتحاد الأوروبي لحماية شعوبنا. رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بقرار الشركات الانسحاب من روسيا، مشيرة إلى أن هذا الانسحاب تم من غير ضغوط. فيما يخص حجز الأصول الخاصة في روسيا بالنسبة للشركات التي لم تقرر حتى اللحظة الخروج من البلاد، فإن الإجراءات التي اتخذتها الشركات هي مسألة قد تمت بلا أي ضغوط، وإذا ما قررت اتخاذ الخطوات المطلوبة فلا ضير في ذلك، وإذا تأخرت سوف نتحدث مع فريقنا الاقتصادي. أعلن الحزب الحاكم في روسيا أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد، وأكد حزب روسيا الموحدة أن اللجنة أيدت قانونا يسمح بالحفاظ على الوظائف عبر وضع اليد على الشركات التي يملك الأجانب من الدول غير الصديقة نسبة تزيد على 25% منها.
وكانت روسيا قد حذرت الغرب في وقت سابق من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات الأمريكية التي فرضتها عليها. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية قوله إن رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا. في الحرب لكل شيء ثمن، فبينما تستهدف تلك المدافع مواقع أوكرانية تنتاش سهام العقوبات بالمقابل الاقتصاد الروسي. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. الولايات المتحدة أعلنت حربا اقتصادية على روسيا، هذا ما أعلنه الكرملين، مؤكدا أن روسيا ستبقى موردا موثوقا للطاقة، وأنه يدرس تلك الإجراءات الأمريكية المتعلقة بوقف واردات النفط الروسية. وقف الواردات يبدو يسيرا لأمريكا والتي تعتمد على الطاقة الروسية ب7% فقط. بحلول نهاية هذا العام يمكننا استبدال مليار متر مكعب من واردات الغاز من روسيا، وهذا يمثل ثلثي ما نستورده منهم. أما هنا ففاتورة هذه المقاطعة للنفط والغاز الروسي قد تبدو صعبة حاليا. أوروبا تعتمد على الطاقة الروسية بحوالي 40%. رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا. Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно. Потребуется не один год, при этом будет значительно дороже для европейских потребителей. وقف تدفق النفط والغاز وتصدير المعادن والمحاصيل الزراعية بطاقات ضغط بيد روسيا تشهرها في وجه العقوبات تلك. عصام عبد السلام، العربية. شددت الخارجية الروسية على أن موسكو لا تنوي التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية. وصرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالوزارة على أن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بشأن عقود الغاز من حيث الإمدادات والعبور، معربا عن أسفه مما وصفه بالحرب الاقتصادية الشاملة التي يشنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. من جهتها أكدت شركة الغاز الروسية غاز بروم مواصلتها ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل طبيعي. معنا من موسكو الآن الباحثة في الشؤون الدولية يلينا سوبونينا. سيدة يلينا، يعني وأيضا عاد معنا ضيفي رمضان أوراق المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، ومن بروكسل بيتر كليبي الخبير في الشؤون الأوروبية وفي السياسة الخارجية. سأبدأ معك سيدة يلينا، يعني اليوم روسيا الاتحادية كأنها تتوسع جغرافيا ولكن تنهار اقتصاديا وحتى يعني بالداخل كأنه النظام بدأ يتزعزع نوعا ما، لأنه الاقتصاد عادة هو الركيزة الداعمة لأي اقتصاد حتى أو لأي نظام حتى يبقى. مساء الخير. لا، من السابق لأوانه أن نقول هذا الشيء بالآن، لأنه الحكومة الروسية كانت مستعدة لمثل هذا السيناريو وكانت مستعدة للضغوطات. فالحكومة الروسية تتصرف ضمن خطة، وهذه العقوبات كان لابد منها، وهذا ما قيل أكثر من مرة حتى خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي قبل بدء هذه العملية. أنا لا أرى أن هناك مؤشرات انهيار، نعم هناك صعوبات ولكن لحتى الآن بعيد عن ما تقولونه. نعم، اسمحي لي يعني أن أعيد شيء من أيام الاتحاد السوفيتي. بالستينيات والسبعينيات كانت دائما أو كانت موسكو وتحديدا الاتحاد السوفيتي يقول بأنه ستخرج منتصرة من الحرب الباردة. حتى خروتشيف بوقتها قال بأنه الثمانينيات ستكون موعدا لانهيار الرأسمالية ودولها. فجأة شاهدنا العكس. هل نحن اليوم أمام واقع مماثل؟ لا لا، لا نستطيع أن نعمل مثل هذه المقارنات التاريخية. هناك ظروف أخرى تماما، وأي طرف الآن يقول أنه يريد أن ينتصر.
وأمريكا تقول أنها تريد أن تنتصر، روسيا تقول نفس الشيء. لحتى الآن هذه اللعبة في بدايتها فقط. سيد رمضان، هل توافق على ما تقوله؟ لا، لا أستطيع أن أقول لا أوافق، ولكن هناك ريب في هذه المسألة، والاستشراف بمآلات هذه الحرب يعني من الصعب. ولكن في المستقبل المنظور على بعد سنة سنتين يعني تتكبد روسيا خسارة اقتصادية هائلة، ربما ستؤدي إلى تفكك جزئي في المنظومة السياسية في حال أن الشعب الروسي عرف الخسارة التي يعني تكبدها الجيش، في لأن نلاحظ أن هناك تعثرت هذه الحملة العسكرية، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك خسارات يعني مؤلمة بالنسبة للمواطن الروسي الذي أصبح جزءا من المنظومة العالمية، وهو الآن يعني لديه يريد أن يتطلع إلى أن يستعمل يعني نتاج الحضارة، وهو نتاج مخضرم وممزوج من كل، من الغرب، من الشرق، من الصين. فهذا الشيء الذي ربما سيربك القيادة الروسية، لأن كيف يقنع المواطن الروسي لماذا يدفع هذه الفاتورة؟ إذن عليه يا إما أن يذهب إلى نظام ديكتاتوري مستبد لفرض العقوبات وحتى الفرض بالسجن، وقد أتى ذلك لأن فرضت روسيا أذن العقوبة بالسجن لمن يشكك في سياسة بوتين معذرة، أو أن يجب إعادة التعبئة الإيديولوجية أو إيجاد طريقة من أجل احتواء هذه الأزمة. ولكن من الصعب أظن في هذه الظروف، لأن كل يوم كل يومين له فاتورة وله ثمن. فما يخص هل أن المنظومة الغربية ستنهار، لا نستطيع أن نقول ستنهار إيديولوجيا أو سياسيا، ولكن من الناحية الاقتصادية كذلك الفاتورة ستدفعها بالدرجة الأولى أوروبا وليس الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بعيد وهي في مكان أنها تراقب بهذه النقطة تحديدا. سيد رمضان، بهذه النقطة سأخذ تعليق سيد بيتر. اليوم يعني أصبح معلوم لدى الجميع الرابح الأكبر من هذه الحرب هي الولايات المتحدة، ولكن أوروبا لا تربح إلا في حال خسرت موسكو. وحتى بموضوع التسليح اليوم الشركات الأمريكية هي الرابح الأكبر أيضا. بموضوع الاقتصاد أوروبا ستتكبد خسائر كبيرة، بينما الاقتصاد الأمريكي لن يتأثر كما ستتأثر أوروبا، ولكن طبعا الاقتصاد العالمي كله سيتأثر. تفضل. Well, maybe the defense companies not only in the United States. لعل الشركات الدفاعية ليس فقط في الولايات المتحدة بل في كافة أنحاء العالم هم الكاسبون والجميع هو خاسر. لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تحقق أرباحا كبيرا مما يجري في أوروبا، وروسيا هي آخر من قد يحقق نتائج إيجابية عن غزوها لأوكرانيا بسبب الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها التي بدأ تلمسها. فما من كاسب هنا، حتى بوتين نفسه لعله قد تحدث بأنه قد قام بهذا الصراع كما عكف على فعل ذلك في جورجيا وفي سوريا وفي شرق أوكرانيا بدعم من شعبيته. أما الآن فهي باتت في مستويات متدنية بالمقارنة مع عام 2013 رغم تحسنها. واليوم كان عليه توجب عليه أن ينتقد القوات العسكرية لإرسال بعض الجنود الذين تم تجنيدهم حديثا. قال بوتين بأنه لم يفعل ذلك، أنه في موقع حرج، وإذا ما خرج من هذه الحرب فقد يكون هو الخاسر. نعم. ما من كاسب صحيح، ولكن هناك رابح بالسياسة وهناك خاسر أكبر بالاقتصاد. سأكتفي بهذا القدر معكم ضيوفنا من كييف، من بروكسل ومن موسكو. شكرا لكم على هذه المداخلات.
اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بعرقلة عملية الإجلاء الإنسانية، متهما القوات الروسية بإطلاق النار على الممرات الآمنة. Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави. Сотні людей врятовано, гуманітарний вантаж доставили, але це лише відсоток від того, що треба зробити, чого очікують наші люди, заблоковані українці. Ми готові, наші вантажі готові, наш транспорт готовий, але не люди. Вони не готові, вони обстрілюють маршрути евакуації. Вони блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей. رغم وعورة الطرقات التي أجبر اللاجئون على سلوكها تحت الجسور المدمرة، لكنهم تزاحموا بحثا عن الأمان. رحلات هروب جماعي نحو المدن الأوكرانية الأكثر أمانا لم تقتصر على فئة دون غيرها، فالجميع انضموا لصفوف الهاربين من العملية الروسية في أوكرانيا. موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن خرق الهدنة المتفق عليها وما نجم عنها من غلق للممرات الإنسانية. الدولتان كانتا اتفقتا على فتح 3 ممرات آمنة ليوم واحد، وهي من إنرغودار إلى زاباروجيا، ومن إزيوم إلى لوزوفا، ومن سومي إلى بولتافا. ومن المفترض فتح ممرات إنسانية جديدة تسمح بإجلاء المدنيين من بوتشا وإيربين وغوستوميل إلى العاصمة كييف، في حين ستبقى الاتفاقات بشأن تلك الممرات رهينة التطورات للعملية العسكرية الروسية. And so yesterday we spent the day rigging up the camp so everyone has lights. The NGOs were trying to serve food in pitch black. So that was yesterday's success. I'm not sure what we're going to do today, but I'm sure it'll be something good. Et c'est vraiment un centre où on ne reste pas. Hein, les trains, après il y a des trains qui partent sur Varsovie, sur Cracovie, sur Berlin. Et les gens qui savent où ils veulent aller, ils partent tout de suite. Et les autres, ils sont mis dans des centres d'hébergement pour 2 jours seulement. Là, l'accueil européen, il est présent partout. Hein. Il n'y a pas de refus d'accueillir. Donc, par rapport à d'autres crises migratoires où il y avait quand même des sérieux problèmes d'accueil, là, il y en a pas. So right now, when I'm in Poland, our classes are stopped because of the war. So we wanted to help as much as we can. وإلى أخبار متفرقة، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتقد أن زيارة الرئيس الإسرائيلي ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين. وأضاف أردوغان أن تركيا مستعدة للتعاون مع روسيا في قطاعات الطاقة والدفاع، مشيرا إلى سعيه لرفع إجمالي التبادل التجاري من 10 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار مع إسرائيل. أردوغان أكد أن هدفه إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة. وكان أردوغان استقبل الرئيس في أول زيارة لزعيم إسرائيلي منذ العام 2008. قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز إن إيران ستبقى تشكل تهديدا في جميع أنحاء الشرق الأوسط ولحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بحسب ما نقلته إذاعة الأمريكية الناطقة بالفارسية. وأضاف بيرنز في اجتماع للجنة المخابرات في مجلس النواب أن التهديدات القادمة من إيران ستظل تمثل تحديا إقليميا مهما مهما كانت نتائج محادثات فيينا حول الاتفاق النووي. انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2022 و2023 حتى 2023، وسيتولى رئاسة المجلس التنفيذي سفير السعودية في هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد العطية. ويعد المجلس التنفيذي الجهاز التنفيذي للمنظمة ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاق
الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة وينظر في مشروع الميزانية والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف أحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزيرا للداخلية. وأفادت وأضافت وكالة الأنباء الكويتية أنه صدر مرسوم أميري آخر بتعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. أعلن البيت الأبيض أن رئيس جو بايدن سيأمر الوكالات الحكومية ببدء العمل على إنشاء دولار أمريكي رقمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن المبادرة ستركز على بحث تطوير عملة رقمية محتملة للمركزي الأمريكي ودراسة الفوائد والمخاطر المحتملة، مشيرين إلى أن تداعيات إصدار عملة رقمية ستكون عميقة بسبب دور الدولار في الاقتصاد العالمي. التغطية مستمرة، ولكن الآن مع الزميل طاهر بركة. شكرا لك ليال، أهلا بكم مشاهدينا.